الأصلية وجديدة اللي أنا أول مرة نسمعها. نحب نعقب على مشاعر بليغ ونقول الحب هو الراحة التي يسعى إليها الجميع، فهو العطاء دون مقابل والأوان والأمان دون مأوى، وهو أن تشعر أن هناك من هو قريب رغم بعده، أن تستشعر وجوده رغم كل ما يفصل بينكم من مسافات، وأن تضحي من أجله رغم رغبة بإرضاء نفسك وإرضائه. شنو الصوت هذا عند بليغ سي نور الدين اليوم؟ الحقيقة مش عادي بليغ. ليه يا اخي هذاك هو بليغ مش عادي يمكن اكثر من العاد. خاطر كنت مش مستانسه وسيدة المستمعين، معناتها مش مستانسين معناتها تسمعوا الاغاني من عند بليغ حمد، خاطر كنت تسمع عبد الوهاب من حاجه اخرى يهزك العالم اخر صوت عبد الوهاب. ولكن لهنا سنتش باش نحكيو على الاغنيه هذه الساعه هذه كانت تقريبا مش تضيع راه علاش ولا لانه ما تعرف هذه كلمات والحان بليغ حمدي وتكتبت في دبي ولكن ونسيها كالعادة ينسيها ورزمو كان معاه مدير الإذاعة وجماعة فنانين اللي حفظوا اللحن وحفظوا الكلمات، فهمتني؟ خاطر كي قام غدوة الصباح قالوا له البارح عملت حاجة وكذا، يقول ما عمل شيء، فهمتني؟ قعدوا هما يفكروا وهي الحكاية سهلة وبسيطة، هي الموضوع هذه وشنو؟ أهم هي مفتاح السر هذا، نسيت اسمي كمان، هي مفتاح على كتبت هي الحكاية هذه، فهمتني؟ اللي هو أصل عنوان الأغنية. أي هذا هو. انه بعد الطلاق من ورده اصدقاء بليغ مع تعرضتهم ورده قال لها راهو بليغ يسلم عليك، قالت له مش كونه بليغ ما نعرفوش، ما كنا في كل استفزازات معناتها، فهمتني؟ فحسها معناتها، فهمتني؟ صحيح فهمتني؟ فاكتب لنا كان يا مكان، ولو انه ديما من قلت لك المره اللي فاتت يا سونتس حول الحب كله اللي هي نرجع لك الشعار نتاع الحياه هذيا البدلات هذوما توا الموضوع هذي اش تحس منه معناتها في الساعه الصياغه الشعريه يحيي لك على الف ليله وليله كان يا مكان وكم الكلمات فهمتني. وقلنا مو بليغ راهو عندك الخاصيه اكل ابحار في التاريخ، يبحر في التاريخ ويجيب لك حاجات من التاريخ. هذا حكينا حاجه الاولى على الموضوع الكتابه معناتها فهمتني، وكانها قصه الف ليله كان يا مكان ديما نقولوا فيها فهمتي كان يا مكان في سالف العصر والازل ماشي حتى مش تتقال الناس كل تعرفها كل شيء. ولكن فما حاجه اخرى توا سريتش الفرق ما بين الملحن توا لهنا تفهم منهجيه بليغ حمدي توا هذاك انه صوته كل شيء اللحن معناتها بصفه عام، لكن كي تسمعها بعدك التوزيع على فكره هو كان بليغ حمدي هو كان الموسيقار الوحيد اللي كان يكتب النوطه ويوزع اعمال، خاطر لا عبد الوهاب كان يوزع اعماله ولا الصنباط يوزع اعماله وكانوا ما يعرفوش النوتة. الوحيد هو كان بليغ حمدي اللي متعدد الموهبة، اذا انه مثلا يقول الشعر لحن ثم يوزع ويعرف النوتات فهمتني. الاغنيه ذي توا نقولها معناتها هي مضحكه شويه علاش؟ لان هي اغنيه معناتها تاثرت بها اجيال في العالم العربي. ولكن غذوها في كونتكست اخر تو هي تو اغنيه حب هي اللي فيها المحبين كل ولكن هي اغنيه ماساويه معناتها فهمتني، قدرت لك الطون يغني بيه بليغ حمدي طون اخر لو شاغران فوالا طون حزين فهمتني ميلانكولي اي كي تسمعها انت من عند ميادة او كذا وحتى الناس كل الشعوب كل تغني فيها بطون تاع مرح وجو ماهوش ما البوتي نتاع ميادة ولا يعني الاستيتيك نتاعها اثر على عطاه جماليه اخرى، عطاه نحن نقولوا غلاف اخر الاغنيه. طبعا مش نقول لك شوف انا بالنسبه لي راهو انا بالنسبه لي ندم قلت لك ديما يبقى الملحن هو اصدق شخص في نقل الاحساس. خاطر بعد كل حد ومش يعطيها من روحه ينجم يجيبها لك بالضبط كيما احساس الملحن كيما ينجم يهزها الى مكان اخر فهمتني؟ وينجم المكان الاخر ينجم يكون ايجابي. طبعا كيما كان يا مكان ايجابي مشات في مكان اخر ولكن ايجابي معناتها فهمتني؟ واضح. اني الحقيقه وانا نستمع للسيده ميادة والتوزيع نتاع الموسيقى نسمع في موسيقى عاديه اللي نعرفها نتاع كان يا مكان، لكن كي سمعت اليوم بالكاسك نلقى موسيقى اخرى خافيه ورا الموسيقى كاني ثم حاجات ورا الستار ولا ثم ذكريات في موجوده متخبيه كل فلاش. صدق هذاك صدق الملح صدق بليغ حمدي كانه معناتها كان يا مكان
معناتها تحسها اغنيه عندها زمن الحاضر وثم زمن اخر عايشه به الاغنيه والموسيقى. كان ثم زوز موسيقى. اسمعني خلينا نزيد انا نوضح اكثر. التقنيه الجديده توا اللي يجي يحطوك في الصوره شو اسمها الصوره نتاع ام كلثوم مثلا حفله الهالوغرام 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 معناها يعني ميدا حناوي كان يتغني بالهالوغرام بالمقارنه مع بليغ حمدي، معناها بليغ حمدي يولي هو كما كان يحكي نور الدين، هو الاوريجينال. معناها تسمع الاداء ورغم اللي معناها الاداء بسيط جدا ولكن الاحساس صادق جدا جدا جدا. انا كي نسمع في الغنيه نسمع في صدق بليغ حمدي. صحيح. نسمع في صدقه مشرتين، صدقه تجاه ورده وصدقه تجاه فن في لحنه في الحان. صحيح هو الحقيقه بتحسه ماهوش يغني قطعة منه راهو اللحن والملحن وصدقني يغني بعضلات قلبه ما تقوليش صحيح وذاك هو بلي حمدي يا اخي في الاخر بلي حمدي ما يغنيش من ملا بالحنجره ولا شيء يغني صحيح. من قلبه بلي حمدي صحيح يغني باحساسه توجع بالحق لهذا بالحق توجع القلب الحقيقه اللطف على قلبي والله لا خليني خليني وكا كان يا مكان هي اسطوريه بالنسبه لي الاغنيه هذه تاثر فيها اكثر من ما نتصور اغنيه مزيانه برشا اللحن مزيان وباش نعاودوا نحن نسمعوها توا بصوت لبنى دونك بصوت لبنى العبيدي اللي هي استاذه موسيقى وطالبه ماجستير بالمهند العالي للموسيقى بسوسه مفاجاه هي مفاجاه السهره لبنى تفضل سي شكرا كان يا مكان 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان الراحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي اللي نسيته من قبل الاوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الانسان والله زمان يا هوى انا رينا معناتها شوف هي والله اديها معناتها حلو هو واحد متعرفني انا من نجمش يا شكري متعرف مسيطر علي بلي حمدي نعم نعم ما تعرفني انا فما نحكي لا لا فما احساس لا فما اهم حاجه هي الاحساس معناتها هي تغني باحساس اهم حاجه هذا هو هذا يعطيها الصح اللي بالرسمي عندها احساس مهم تعرف خاطر شنو هي المشكله شكري ريت فما برشا مطربين يفسدوا الاغنيه ايوه خاطر يغني من غير احساس فوالا حتى ام كلثوم حتى مع بليغ حمدي راهو مثلا في سيره الحب وقت اللي تقول صوتك همس نظراتك همساتك تبقى واطيه بتاع بليغ حمدي وام كلثوم بصوتها عالي ما نتنجمتهاش فزتها في المناطق اللي بليغ حمدي
يهبط اللوتة بإحساسه وكل شيء كتجيب مطرب بصوته غليظ ما ينقلكش الإحساس صحيح. المهم أنت عاجبك. لا لا تبارك الله عليها معناتها تغني بالدين معناتها. وصلت. أني من نجم كل حد شيء إنه الأغنية هذه ليست سوى شفق في غروب الأغنية العربية كلها متعة وكلها شبق. نجم نقول حتى شيء آخر. به؟ كان سمعناها بصوت بليغ، كان سمعناها بصوت لبنى، ولا سمعناها بصوت ميادة. نسمع منها شوية بصوت ميادة. إيه. أوكي.